السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل مع بعض سيرفيس، فهاجي من هوم أقول له كريت سيرفيس وأديها أختار لها اسم معين، ولكن مثلا هوست. أوكي طيب، أنا دلوقتي عندي سيرفيس اسمها OS، وعندي ديفاينيشن لو أنا عايز أبدأ أعرف، وممكن أبدأ أعرف النقط يدوي أو أدخل ملف مرة واحدة أو أعمل بوينت جروب. هنشوف الموضوع ده مع بعض. أسهل حاجة إن أنا أقول له إيه بوينت فايل، إن أنا أدخل ملف فايل بوينت، أجي هنا من سيلكت فايل أختار الملف اللي أنا عاوز أشتغل عليه، وليكن مثلا بوينتس. تمام، عمل علامة صح، معنى كده إن هو الفورمات بتاعه موجود هنا أقدر أشتغل عليه. ممكن هل هو ايست نورث زد ولا اكس واي زد ولا العكس ان نورث ايست زد، تقدر تشوف اي فورمات اللي موجوده هنا، يعني ده هل هنا الايستنج اول خانه ولا النورثنج. طيب لو انا اخترت ديت تلاقي هنا ده مثلا هتبقى النورثنج اند ايستنج اند بوينت اليفيشن، زد اللي هو البوينت اليفيشن. فهل الملف بتاعك كان معمول ايه؟ الايست الاول ولا النورث الاول؟ انا هنا كان بالنسبه لي الايستنج الاول، وبعد كده النورثنج، وبعد كده البوينت اليفيشن. اقول له ايه؟ اوكي. خلاص هو كده اتعمل ملف، وظهرت عندي نقطه ان هنا البوينت الفايل دوت في ملف موجود وفي نقاط موجوده. تمام؟ طيب انا هنا ما ظهرش معايا حاجه خالص، لازم اعمل زوم ان انا ادوس على الفقره في النص دي مرتين، تبدا تظهر لي كل النقاط زي ما احنا شايفين. ده كده موجود معايا، ممكن لو انا بصيت كده الاقي ان هو فعلا فيه ارتفاعات، يعني هو مش مجرد ان هو حاجه مرسومه 2 دي، لا ده هو حاجه 3 دي. تمام، طيب انا عايز ابدا اكتب الارتفاعات ديت، هاجي بكلمه انوتيت اد ليبل وابدا اشوف ان الليبل اللي انا محتاجه. طبعا انا محتاج سيرفيس، هقول له هنا انا عايز كونتر مالتيبل، اختار اول نقطه. هو مش كده ايه اللي حصل؟ الاقي ان هو كل ما بيعدي على الخط بيقطعه بيبدا يكتب الارتفاع بتاعه اهوت. تمام، كلنا عندنا الخطوط ديت، ادوس كنترول واحد عشان نشوف الخصائص. تمام، ممكن انت تغير الخصائص، يعني اقول له ده مثلا ترو، فتلاقي الخط ظهر معايا. تمام، ولو انا اخدت الخط دوت وبدات احركه هتلاقي ان الخط ده اول ما بيقطع اي خط من خطوط الكونتور بيبدا يكتب الارتفاع هنا زي ما انت شايف. ماشي، ممكن اجي تاني برضه اقول له انوتيت ات ليبل سيرفيس، ممكن تعرف الاسلوب، ممكن تعرف نقطة واحدة، ممكن تعرف أكتر من نقطة، بحيث إن هو كل ما بيعدي على خط من قطعة الكونتور يبدأ يكتب الارتفاع. لو أنت عايز الخط يظهر تقف هنا وتدوس كنترول 1 وأقول له هنا خليها ترو بالشكل ده. يبقى أنا عشان أعرف النقاط بتاعتي أول حاجة بعملها هوم سيرفيس كريت سيرفيس، وابدا اديله اسم معين. وبعد كده هاجي هنا عند ديفاينيشن، ممكن اعرف بالبوينت فايل او بالبوينت جروب او البوينت سيرفيس كويريز زي ما احنا عايزين. اقول له البوينت فايل اد، واروح معرف الملف الوورد بتاعي او سي اس اف او اي حاجه انا عايزها. وبعد كده هبدا هنا اختار الفورمات اللي انا هشتغل عليه، ايستنج نورثنج زد ولا اكس واي زد، اي حاجه. ممكن الحاجات دي برضو بتزيد كمان حسب الملف الوورد اللي موجود معايا ايه الانسب ليه. تمام، بعد كده هعمل زوم عشان اشوف الشغل كله. ولو انا عايز ابدا اكتب انوتيشن برضو ان اجي اد ليبلز وابدا اختار، ممكن اقول له سنجل وابدا احط انا حاجه واحده كده بالشكل دوت. تمام، هو هنا عامل ايه؟ عامل خط كنتور اصلي وفي خطوط فرعيه بينهم،
يعني بين دوت ودوت 10، وبين كل واحدة والتانية 2، تمام؟ ونشوف بعد كده ازاي نغير القاعدة ديت ونعمل حاجات تانية.